هكذا بدا شاطئ سيدي عبد العزيز في آخر ساعة النهار، بحر ورمال ومصطفون كسروا صمت هذه المدينة الهادئة التي تحيا فصلا واحدا في السنة. لا لا نعم، غير في سيدي عبد العزيز راهو شاطئ عائلي، رانا نهربوا كعاد شاطئ عائلي. والله الحمد لله كاين السهرات، لا لي فامي انتم تشوفوا السهرات. مساحة ألعاب، ملاذ البعض بعد الغروب، ولكن بالنسبة للبعض الآخر هو أنسب توقيت للسباحة والاستجمام وإمتاع الأبناء. ليلا تتحول رمال الشاطئ إلى منصة للسهرة العائلية والحفلات الفنية، حيث إيقاع الأمواج هو الغالب. موائد شاي وخيمة صحراوية توحي بأن السمر على الرمال يطول بآلاف المصطافين الذين يقصدون الشاطئ ليلا لرؤية تزاوج الموروث الثقافي رأي العين وبكل تلقائية. الخيمة هذه احتكاك ما بين ثقافات، يحمل ما بين ثقافات، والخيمة هذه تحمل ثقافة تراث منها التراث الجزائري وانها في الرمله هذه هنا في البحر، والناس تتجول في الليل يعني بامان وبسرور. ساعه متاخره من الليل لم يخلو الشاطئ من مرتديه، هي قصه شاطئ لا ينام، وحكمه السمر قد تكون من حكمه القمر.